بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، وما هذا الخبر على هذه الصفحة الإلكترونية؟ كما نرى إن تاكس سور لا فيوند بور ليتي كونتر لو ريشوفمون كليماتيك. إن تاكس المقصود بها ضريبة، لا تاكس المقصود بها ضريبة عندها علاقة بفعل تاكسي، عندها علاقة بفعل تاكسي. تاكسي يعني أنك تفرض ضريبة، كما لو نقول بأنك تضرب بالمعنى ديال الضريبة. تاكسي المقصود أنك تفرض ضريبة على شيء ما، على منتوج ما مثلا. إذن إن تاكس سور لا فيوند، إذن نتكلم عن ضريبة على اللحم، بوليتي من أجل المقاومة، من أجل المحاربة، كونتخ لو ريشوفمون كليماتيك، ضد الاحتباس الحراري. طبعا عندنا ريشوفمون، احتباس غنشوفوها مع كلمة لاسير، كلمة لاسير سنراها بعد قليل. لكن هنا إذا أردنا المعنى الحرفي لهذه العبارة لو ريشوفمون كليماتيك، كما نتكلم عن حرارة المناخ. طبعا كما سنرى بعد قليل بأن الاحتباس طبعا له أسبابه يؤدي إلى هذه الحرارة. إذا نتكلم هنا عن إنتاكس سور لا فيوند بور لوتي كونتر لو ريشوفمون كليماتيك، إذا نتكلم عن ضريبة ستفرض على اللحوم من أجل مقاومة الاحتباس الحراري. إذن une taxe sur la viande permettait de compenser les dommages que sa production cause sur l'environnement, selon une étude menée par CE Delft pour l'ONG, المقصود بها organisation non gouvernementale. إذن نتكلم عن منظمة غير حكومية التي تسمى TAP Coalition. Une taxe sur la viande. نتكلم عن une taxe sur la viande. Une taxe sur la viande permettrait de compenser les dommages. Permettrait de compenser les dommages. يعني أنها ستمكن من تعويض. Permettrait de compenser les dommages. يعني أنها ستمكن من تعويض الخسائر والأضرار. إذا نتكلم عن ضريبة على اللحم. Permettrait. عندنا الـ verb permettre. يعني أنها تمكن أو تسمح بي. De compenser. De compenser المقصود بها بأن تعوض لي دوماج، المقصود بها هما الخسائر. هاد الضريبة ستعوض كما نقول الأضرار، هاد الضريبة على اللحوم ستعوض عن الأضرار التي يسببها إنتاج اللحوم على البيئة. Une taxe sur la viande. إذا نتكلم عن ضريبة على اللحم. Permettrait de compenser les dommages. تعويض الخسائر أو الأضرار que sa production. التي إنتاجها، نتكلم عن إنتاج لحوم، que sa production cause، التي إنتاجها يسبب، المقصود إنتاج اللحوم يسبب أضرارا sur l'environnement، على البيئة. هنا ستفرض ضريبة على اللحوم، هاد اللحوم التي إنتاجها يسبب أضرارا على البيئة. permettrait de compenser les dommages que sa production cause sur l'environnement, selon une étude حسب دراسة menée. Menée كما لو نقول أنك تقود. Le verbe menée طبعا من ضمن معانيه أنك تقود. نقول مثلا ça mène loin. Ça mène loin يعني أن هذا يؤدي إلى بعيد، المقصود بأنه يؤدي إلى متاهة، المقصود بأنه يؤدي إلى متاهة. إذا نقول سافانومانيلوا يعني أن هذا سيؤدي بنا إلى متاهة. نتكلم عن لغة ماني. طبعا هنا نتكلم عن دراسة ماني. إذا هنا نتكلم عن إنيتود، نتكلم عن دراسة ماني. إذا نتكلم عن دراسة أقتيدت، المقصود بأنها أجريت باغ سي أو دلف، يعني أنها أجريت من طرف هذه الجهة. Pour long لأجل المنظمة الغير الحكومية، نتكلم عن l'organisation non gouvernementale TAP Coalition، إذن تسمى TAP Coalition. إذن هذه الجهة عملت دراسة لمصلحة هذه المنظمة الغير الحكومية. cette taxe هذه الضريبة ferait notamment يعني أن ستعمل خصوصا. cette taxe ferait notamment، إذن هذه الضريبة ستعمل بالخصوص augmenter، يعني أنها سترفع de 25% le prix d'un steak de bœuf، يعني أنها سترفع ب 25%. le prix d'un steak de bœuf
ثمن شريحة اللحم، يعني أنها سترفع ثمن شريحة اللحم دو بوف، ثمن شريحة لحم التور. المقصود البقر بمعنى آخر، المقصود هنا بأن هذه الضريبة سترفع ثمن شريحة لحم البقر بخمسة وعشرين في المئة. إذن سترفع الثمن بخمسة وعشرين في المئة. إذن cette taxe ferait notamment augmenter de 25% le prix d'un steak de bœuf. يعني أن هذه الضريبة ستعمل على الرفع بخمسة وعشرين في المئة le prix. Le prix المقصود الثمن d'un steak de bœuf. شريحة لحم التور المقصود شريحة لحم البقر. Selon les scientifiques حسب العلماء une telle taxe ضريبة كهذه، نتكلم عن une telle، احيانا نتكلم عن ان تيل، نقول مثلا اتيل بوان كو، اتيل بوان كو الى درجه ان، كما لو نقول الى نقطه كهذه ان، المقصود بحيث ان. سولون لي سيونتيفيك حسب العلماء ان تيل تاكس بيرميتري دو لوفي دي مليار دورو، تمكن من رفع المليارات من الاوروات. ان تيل تاكس، ان تيل كما لو نقول كهذه، احيانا نتكلم عن ان تيل بال واحده، إذن كما نقول كهذا. إذن نقول مثلا أتيل بوان، كلمة لو بوان يعني النقطة كلمة مذكرة، نقول أتيل بوان. أتيل بوان كما نقول إلى نقطة كهذه، المقصود بمعنى آخر بحيث أن. هذه العبارة اللي تتقال بهذا الشكل المقصود بها في الأخير بحيث أن. نقول مثلا في الجملة التالية أون امبورتي ميم لو دوس أتيل بوان كان ليتر دو كوتي بلو شير كان ليتر دو لي. On importait même l'eau douce. يعني أننا كنا نستورد الماء العذب à tel point إلى درجة أن، à tel point que كما لو نقول إلى نقطة كهذه، المقصود إلى درجة أن أو بحيث أن. On importait même l'eau douce. يعني أننا كنا نستورد حتى الماء العذب à tel point. كما لو نقول هنا إلى نقطة كهذه، المقصود بحيث أن. أو كما عندنا هنا بمعنى مقرب إلى درجة أن، أتيل بوان كو، أتيل بوان كو إلى درجة أن، المقصود بحيث أن كان ليتر دو، بحيث أن لترا من الماء كوتي، كما نقول بأنه كان يتمن، يتمن المقصود بأن ثمنه كان بلو شير، كان أكثر غلاء، كان ليتر دو لي من لترين من الحليب، إلى درجة أن لتر من الماء كان يتمن أكثر غلاء من لترين من الحليب مثلا. إذن on importe même l'eau douce à tel point qu'un litre d'eau coûte plus cher qu'un litre d'eau lay. إذن كنا نستورد حتى الماء العذب، l'eau douce يعني الماء العذب الصالح للشرب، à tel point qu'un litre d'eau، à tel point qu'un litre d'eau إلى درجة أن لترا من الماء كوتي، نتكلم عن الفيرب كوتي، كما نقول تمنا هنا كوتي يعني أنه كان يتمن بلو شير، كان يتمن أكثر غلاء كان لتر دولي من لتر من الحليب. إذن كما نقول بأننا كنا نستورد الماء إلى درجة أن ثمن اللتر الواحد من الماء كان أغلى من لتر الحليب مثلا. سولون لي سيونتيفيك حسب العلماء اون تيل تاكس، إذا نتكلم عن ضريبة كهذه بيرميتري دو لوفي دي مليار دورو، يعني أن تمكن من رفع المليارات من الأوروات، pour permettre لكي تمكن، نتكلم عن لوفر permettre aux éleveurs، حتى تمكن المربين et aux consommateurs، وتمكن المستهلكين de produire من إنتاج، نتكلم عن المربين، طبعا نتكلم عن مربي الأبقار مثلا، لتمكن أيضا المستهلكين de produire et manger de la viande de meilleure qualité، لتمكن المنتجين والمستهلكين من إنتاج ثم أكل دو لا فيوند، إي مونجي دو لا فيوند، وأكل لحوم، طبعا وأكل لحم هنا دو ميور كاليتي، كما نقول من جودة أحسن. رابورت لو غارديان، أوردت جريدة لو غارديان، رابورت لو غارديان، بليزيور أسوسياسيون، بليزيور أسوسياسيون، عدة جمعيات أنفيرونمونتال. إذن عدة جمعيات بيئية، لونفيرونمون المقصود بها البيئة، بليزيور أسوسياسيون أنفيرونمونتال، إذا نتكلم عن عدة جمعيات بيئية مهتمة بالبيئة، سويت يعني أنها تتمنى
عدة جمعيات بيئية تتمنى بلوزيور اسوسياسيون انفيرونمونتال سويت كو سات تاكس بأن هذه الضريبة سوا انسكريت. عدة جمعيات بيئية تتمنى بأن هذه الضريبة تكون مسجلة. بلوزيور اسوسياسيون انفيرونمونتال سويت كو سات تاكس سوا انسكريت. بلوزيور اسوسياسيون انفيرونمونتال سويت كو سات تاكس سوا انسكريت دون لو نوفو غرين ديال اوروبيين. عدة جمعيات انفيرونمونتال بيئية تهتم بالبيئة سويت، نتكلم على الفيرب سويتي يعني تمنى، إذن هي تتمنى سويت كو سات تاكس، تتمنى بأن هذه الضريبة سوا انسكريت بأن تكون مسجلة دون لو نوفو غرين ديال اوروبيين، أن تكون مسجلة في لو باكت فيغ بور لوروب. لو باكت فيغ بور لوروب، إذن نتكلم على الميثاق الأخضر لأوروبا. إذن هناك ميثاق أو اتفاق يسمى لو باكت. إذن نتكلم على لو باكت فيغ بور لوروب أو الميثاق الأخضر الأوروبي، إذن نسميه غرين ديل أوروبيين. إذن هي عبارة مشتقة من اللغة الإنجليزية كما نلاحظ. إذن لو نوفو غرين ديل أوروبيين بلوزيور أسوسياسيون أنفيرونمونتال سويت كو سات تاكس سوا انسكريت دون لو نوفو غرين ديل أوروبيين. عدة جمعيات بيئية تتمنى بأن تكون هذه الضريبة مسجلة في الميثاق الأخضر الأوروبي الجديد الذي تم الاتفاق عليه كما لو نقول مؤخرا. كما قلنا بأن حسب العلماء ضريبة كهذه سترفع، ستجعل هناك قدر من الأموال من الأوروات تقدر بمليارات الأوروات، والتي ستمكن المربين المقصود، التي ستمكن المنتجين، ثم ستمكن المستهلكين الأولين، ستمكنهم من إنتاج، والتانين نقصد المستهلكين ستمكنهم من أكل لحمين بجودة أعلى. ثم هناك عدة جمعيات تتمنى بأن تدخل هذه الضريبة في الميثاق الأوروبي الأخضر الجديد. ليتود أشيفخي، ليتود أشيفخي، إذا نتكلم هنا عن الدراسة أشيفخي. طبعا ليتود المقصود بها الدراسة، طبعا نتكلم عن الدراسة التي قامت بها الجهة التي ذكرناها لصالح المنظمة غير الحكومية. إذن ليتود أشيفخي، إذن هاد الدراسة أشيفخي، نتكلم عن لوفيرب شيفخي. كما نقول رقم، نتكلم عن لي شيفخ يعني الأرقام، العدد يتكون من عدة أرقام، إذن لو شيفخ المقصود به الرقم، لي شيفخ الأرقام. هنا هاد الدراسة بأن رقمت، المقصود بأنها حددت في رقم معين، هذا هو المقصود. ليتود اشيفخي لو كو دو لا برودكسيون دو بيتاي اون ايميسيون دو غاز ا اف دو سير. ليتود اشيفخي، اذا كما نقول بان الدراسه رقمت، المقصود بان الدراسه حددت شيئا ما في رقم معين. اذا ليتود اشيفخي لو كو، اذا نتكلم عن الدراسه بان رقمت الثمن، اشيفخي لو كو، إذا نتكلم عن الدراسة بأن رقمت السعر، يعني شي حاجة تقامت عليك بواحد السعر دو لا برودكسيون، يعني سعر الإنتاج دو بيطاي. لي بيطاي المقصود بها الماشية، لي بيطاي المقصود بها الماشية، يعني الأغنام الأبقار وكل ما يتم تربيته من أجل إنتاج، من أجل إنتاج اللحوم والحليب، إذا تسمى لي بيطاي. اون ايميسيون دو غاز، هذا الانتاج ديال الماشيه انه يعمل على بعث غازات ا اف دو سير. ا اف دو سير هذا هو اللي تكلمنا عليه في الاول، اف دو سير. اذا كما نتكلم عن مفعول الاحتباس كما نقول لا سير، كلمه لا سير هي اللي تنقولوا حنا بالدارجه لا سير او لا سيرات، تاتي من هذه الكلمه نقول لا سير. لاسيغ المقصود به كما نلاحظ بأنه يأتي من فعل صاغي. إذا نتكلم مثلا عن لاسيغ، نتكلم عن لاسيغ في المعنى التالي، مثلا نقول أنسي لاتموسفير إيزول لا تيغ دو فيد سباسيال كوم إن سيغ إيزول لي بلون دو لاغ إكستيريور. أنسي لاتموسفير، وهكذا الفضاء، لاتموسفير يعني هذا الفضاء الذي يحيط بالأرض، إيزول لا تيغ يعني أنه يعزل الأرض، دو فيد يعني أنه يعزل الأرض
عن الفراغ. هناك فراغ آخر في الفضاء. هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض لاتموسفير إيزولاتير، يعني أنه يعزل الأرض دو فيد، يعزل الأرض عن الفراغ. مثلا إذا خرجنا عن الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض سنجد هناك فراغ. إذن هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض يعزل الأرض عن ذلك الفراغ أنسي الأتموسفير. وهكذا أن الغلاف الجوي إيزولاتير، يعني أنه يعزل الأرض دو فيد، يعزل الأرض عن الفراغ سباسيال الفضائي أنسي الأتموسفير إيزولاتير دو فيد سباسيال. لو فيد سباسيال كما لو نتكلم عن الفراغ الفضائي، لسباس يعني الفضاء، سباسيال فضائي. كوم إن سير تماما مثل عازل. لاحظوا معي الصورة، هذا يسمى لسير، هذا يسمى لسير. هذا الغلاف الجوي هو يعزل الأرض عن الفراغ الفضائي كوم إن سير، مثل عازلين، مثل هذا لسير التي نتكلم عنها إيزول لي بلانت، التي تعزل النباتات دولار اكستيريور. كما نقول عن التهوية الخارجية، عن الهواء الخارجي أو عن الفضاء الخارجي أنسي لاتموسفير إيزولاتير دو فيد سباسيال. إذن هكذا الغلاف الجوي إيزولاتير، يعني أنه يعزل الأرض دو فيد سباسيال، عن الفراغ الفضائي كوم إن سير تماما مثل عازلين. نتكلم عن هذا العازل إيزول لي بلانت، الذي يعزل النباتات دولار اكستيريور، عن التهوية الخارجية. إذن ليتود شيفخي لوكو دو لا برودكسيون دو بيطاي، إذا نتكلم عن دراسة بأن رقمت سعر الإنتاج دو بيطاي المقصود بها الماشية، غتعطينا القيمة ديال هاد الإنتاج، ما غتعطيناش القيمة ديال هاد الإنتاج ليس بالأورو، ولكن ستحدد هذا الإنتاج مقابل انبعاث الغازات، مقابل انبعاث الغازات. إنتاج الماشية كم يخلف من انبعاثات غازية، وهذا الغاز الذي نتحدث عنه هنا دو غاز أفي دو سير، أفي دو سير. إذا نتكلم عن غاز بمفعول سير، ما معنى السير؟ طبعا نتكلم عن لاسير التي تكلمنا عنها قبل قليل. إذا نتكلم عن غازات تنبعث عند إنتاج الماشية، مثلا هذه الغازات تتراكم في الفضاء أو في الجو، ثم أنها تقوم بدور هذه العوازل للنباتات، وعندما تلعب هذا الدور فإن المكان المطوق بهذه الغازات دون اتصاله بالفراغ الفضائي طبعا سيكون هذا المكان ساخنا. عندما تتراكم هذه الغازات في الفضاء فهي تشكل عوازل لأماكن معينة، تماما كما يعمل العازل النباتي. المكان الذي تعزله الغازات يحدث فيه ما يسمى بالاحتباس الحراري، يعني أن هذا المكان سيصبح منغلقا على نفسه كما نقول، غير منفتح على فضاءات أخرى أو على فراغات فضائية كما نقول، وبالتالي سيحدث فيه انحباس حراري يؤدي إلى فيضانات أو إلى كوارث أخرى. L'étude a chiffré le coût de la production de bétail en émissions de gaz à effet de serre. إذا نتكلم عن دراسة بأن حددت سعر إنتاج الماشية en émissions de gaz à effet de serre، فيما يخص إنتاج غاز الذي له مفعول العزل. ثم هناك la pollution de l'air، ثم هناك تلوث الجو et de l'eau، ثم تلوث الماء en perte de biodiversité، ثم في فقدان في التنوع البيولوجي. لا بيوديفيرسيتي المقصود بها هو التنوع البيولوجي. التنوع البيولوجي المقصود به هو تنوع الكائنات الحية. إذن هذه الغازات هي تحد من تنوع الكائنات الحية. إذن ليتود أشيفخي لو كو دو لا برودكسيون دو بيطاي اون ايميسيون دو غاز أفي دو سير. إذن نتكلم هنا عن قيمة إنتاج الماشية، ولكن بثمن انبعاثات الغاز الذي له مفعول أفي دو سير، أفي دو سير الذي له مفعول كما لو نقول المحاصرة التي ذكرنا قبل قليل، ثم بثمن
بوليسيون دولار ثم بثمن تلوث الهواء ادولو وبثمن تلوث الماء اي اون بير دو بيوديفيرسيتي ثم في فقدان التنوع البيولوجي. اذا لاحظ كم من ثمن مقابل انتاج هاد الماشيه. فلنلاحظ كم هو ثمن انتاج الماشيه pour compenser ces dommages. من اجل تعويض هاد الاضرار il faudrait augmenter le prix du bœuf. اذا pour compenser ces dommages, من اجل تعويض هاد الاضرار il faudrait augmenter le prix du bœuf. يجب رفع ثمن الثور. المقصود يجب رفع ثمن لحم البقر. il faudrait augmenter le prix du bœuf. يجب رفع ثمن الثور. المقصود هنا يجب رفع ثمن لحم البقر pour compenser ces dommages, من اجل تعويض هذه الاضرار وهذه الخسائر. il faudrait augmenter le prix du bœuf de 0,47. اذا يجب رفع ثمن لحم البقر ب 0 اورو يعني تقريبا نصف اورو pour 100 غرام لكل 100 غرام pour 100 غرام لكل 100 غرام de 0,36 pour le porc 0 اورو فاصلة 36 للحم الخنزير et de 0,17 pour la volaille. ثم رفع ثمن الدواجن ب 0,17. Les experts suggèrent que cette taxe permettrait de réduire de 67% la consommation de bœuf dans l'Union européenne, de 57% pour le porc et de 30% pour la volaille d'ici 2030. Les experts suggèrent. الخبراء يشيرون. Les experts suggèrent. إذن الخبراء يشيرون. عندنا لو فيرب سوجيري كو سات تاكس بأن هذه الضريبة بيرميتخي يعني أنها ستمكن دو ريدوير دو 67% يعني أنها ستمكن من خفض بنسبة 67% لا كونسوماسيون دو بوف يعني استهلاك التور. المقصود هنا استهلاك لحم البقر دون لونيون أوروبيان في الاتحاد الأوروبي دو 57% بور لو بورك. ثم أنها تمكن من خفض استهلاك لحم الخنزير عندنا هنا أنها تخفض بنسبة 57 استهلاك الخنزير المقصود استهلاك لحم الخنزير اي دو 30% ثم أنها تمكن من خفض بما نسبته 30% بور لا فولاي بالنسبة للدواجن دي سي ا 2030 من الآن إلى سنة 2030. إذا كما نلاحظ هنا لا برودكسيون دو فيوند دو فيوند اي ريسبونسابل دو 15% دي زيميسيون دو غاز ا افي دو سير. لا برودكسيون دو فيوند اي ريسبونسابل دو 15% يعني ان انتاج اللحم هو مسؤول اي ريسبونسابل دو 15% مسؤول عن 15% دي زيميسيون دو غاز ا افي دو سير. إذن انتاج اللحم هو مسؤول عن 15% دي زيميسيون. نتكلم على لو فيرب ايمتر يعني انك تبعت او تبت شيئا. لا برودكسيون دو فيوند اي ريسبونسابل دو 15% دي زيميسيون دو غاز ا افي دو سير. اذا نتكلم هنا عن انتاج اللحم بانه مسؤول عن 15 عن انبعاث دو غاز انبعاث الغاز ا افي دو سير دو مفعول احتباسي دو المفعول الاحتباسي. نتكلم عن الغاز الذي يساهم في الاحتباس الحراري غيميرس لو ديريكتور دو طاب كواليسيون. اذا نتكلم عن جيروم ريمرز الذي هو مدير طاب كواليسيون. اذا نتكلم عن مدير تحالف طاب. رابيل كو عندنا لو فيرب رابلي جيروم ريمرز. اذا هذا الشخص هذا اللي هو لو ديريكتور دو طاب كواليسيون اذا هو مدير طاب كواليسيون كما نقول تحالف طاب. رابيل كو يذكر بان لي اوروبيان يذكر بان الاوروبيين مونج او موان 50% يعني انهم ياكلون على الاقل 50% دو فيوند من اللحم دو بلوس يعني زياده بار جور في اليوم كو سو كي ريكوموندي. اذا يذكر هذا المدير لي اوروبيان مونج او موان 50% دو فيوند دو بلوس بار جور كو سو كي ريكوموندي. إذن يقول بأن الأوروبيين يأكلون على الأقل 50% من اللحوم دو بلوس يعني زيادة
بار جور في اليوم كو سو كي ريكوموندي يعني عاني المنصوح به. إذن طبعا هم يأكلون أكثر من المنصوح به بمعدل قدره 50% من اللحوم زيادة. لارجون ريكولتي، إذا نتكلم هنا عن الأموال كما لو نقول التي ستقتطف. لي ريكولت المقصود بها الغلة، لي ريكولت المقصود بها الغلة. إذا نتكلم عن لو فيرب ريكولتي كما لو نتكلم عن جمع الغلة. إذا نتكلم هنا عن لارجون ريكولتي، نتكلم عن الأموال التي ستجمع كما تجمع الغلة. 32 مليار دورو، إذا بما يقدر تقريبا 32 مليار من الأوروات باغ أون، يعني في السنة. سولون لي زيستيماسيون دي سيونتيفيك، سولون لي زيستيماسيون دي سيونتيفيك، حسب تقديرات العلماء. العلماء يقولون بأن هناك أموالا يمكن تقديرها في 32 مليار سترصد. 32 مليار دورو باغ أون، يعني 32 مليار في العام. Selon les estimations des scientifiques, حسب تقديرات العلماء. Pourrait permettre. إذن هاد القدر هذا pourrait permettre. يمكن أن يسمح بي aux états membres. يمكن أن يسمح للدول الأعضاء pourrait permettre aux états membres. يمكن أن يسمح للدول الأعضاء de l'Union européenne أعضاء بالاتحاد الأوروبي. Selon lui حسبه حسب جيروم ريميرز كما قلنا. سولون لوي حسبه، المقصود حسب جيروم ريميرز. سولون لوي دادي، إذن هاد الأموال ستمكن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي دادي بأن تساعد لزاغريكولتور، بأن تساعد الفلاحين دون لور ترانزيسيون، في تحولهم فيغ دي برودكسيون، نحو إنتاجات فيجيتال نباتية. إذن هم بهذه الأموال سيساعدون الفلاحين الأوروبيين من التحول من إنتاج اللحوم إلى إنتاج آخر من نوع نباتي، إلى إنتاج آخر من نوع نباتي. طبعا هناك موضوعات أخرى مشابهة لهذا الموضوع، مثلا هذا الموضوع الذي عنوانه pour éviter une crise climatique، من أجل تجنب أزمة مناخية. لا كونسوماسيون دو فيوند، إذن استهلاك اللحوم دو أتاندر سون بيك، يجب أن يصل إلى أوجه أون 2030، يجب أن يصل إلى أوجه في 2030. المقصود هنا بأن 2030 هي آخر سنة يجب أن يبدأ استهلاك اللحوم فيها في الهبوط، كما نقول بأنه آخر إنذار. بوغ إيفيتي أون كريز climatique, la consommation de viande doit atteindre son pic en 2030. Pour éviter une crise climatique, la consommation de viande doit atteindre son pic en 2030. Doit atteindre son pic en 2030. من أجل تجنب أزمة بيئية، يجب أن يصل استهلاك اللحم إلى أوجه في 2030، يعني كآخر إنذار. طبعا الآن هناك وتيرة استهلاك للحوم، إذا استمر الاستهلاك بهذه الوتيرة يجب أن يكون عام 2030 هو آخر محطة يجب أن يبدأ استهلاك اللحوم فيها في النزول، وإلا فسوف تكون هناك أزمة بيئية. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.